هكذا يكرم الزاهدون في بيروت، أوسمة فرنسية تصلها إلى عقر بيتها. لبنان في المئوية الأولى، وزيارة ماكرون في النسخة الثانية، جميع اللقاءات مع الزعامات السياسية ضبطت أولا على ساعة فيروز كرمز للوحدة الوطنية. هي تقول أن ما يسمى طائفي ونظام طائفي هو كذب كبير، لأنه لما أنا في الصبح أول شيء بعمله بتسمى على فيروز، ما بتسأل شو هويتها لفيروز. في أحد أحياء بيروت عاشت فيروز طفولتها، غرفة واحدة فقط ومطبخ صغير، حصة عائلة نهاد حداد من هذا البيت المهجور. حين أحضر لها والدها مذياعا بدأت تدندن الأغاني، انتقلت من هنا بعد عقدين من عمرها. ست فيروز هي لبنان، هي العرب، عرفت علي كيف؟ أجمل صوت الله خلقه عندي أنا بنظري، عرفت علي كيف؟ وهي من هون من المنطقة من زالبلاط، هي ست فيروز. تجاوزت فيروز نكبات وويلات لبنان وبقيت على الحياد. اختلف الجميع في محيطها ولم يختلفوا عليها. في فاجعة المرفأ لم يجد اللبنانيون صوتا يعلو على أصوات الانفجار أو بلسما يسكب على جراح المدينة المنكوبة إلا سلاما من القلب. من قلبي سلام لبيروت. قرب المرفأ حين هدمت صوامع وسقطت بيوت واهتز لبنان الدولة والنظام، صمدت فيروز في يوم تصدعت فيه بيروت. في أيام الحرب تنقلت فيروز بين شطري العاصمة لتقول إنها تعاني من القتال ولا تنتمي لأي طرف فيه. انتهت الحرب ووقفت السيدة هنا تردد للشعب أن الجراح قد أزهرت. حينها تيقن اللبنانيون أن الحرب فعلا قد انتهت، حتى بعد سنوات من إعلان انتهائها.